ظلت تتجدد الانطلاقات، شوطا ينتهي وشوطا يبدا بما هو جديد. ينطلق شوطنا الحادي عشر الذي انطلق في هذه اللحظات والذي يحمل منافسات الافكار في اول اشواط الانتاج والمنتجين. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. شوط الانتاج بدا في هذه اللحظات واندفعت هذه الاسماء. نسير مباشره الى الشاهنيه اللي على المركز الاول لعبيد بن محمد بن مسلم بن حمرور العامري يتواجد على صدارة هذا الشوط. أما المركز الثاني هناك من الجانب الآخر من بدأت أيضا تتسلل وتنطلق في هذه اللحظات الممتازة والرائعة. هنا من أتت بالمركز الثاني في هذه اللحظات في حضور جميل وأداء رائع. ننتقل إلى المركز الثالث فجد أيضا شعار عبد الواحد بالخزع يتواجد في هذه اللحظات مع هملول اللي على المركز الثاني على الخزع بن عبد الواحد بالخزع بالعتة العامري. بينما المركز الثالث ثالث المراكز هنا أداء جميل مع انطلاقة اليازي لمبارك بن خليفة بن زهرة الخيلي. أما المركز الرابع سلهودة، هذه سلهودة لسالم بن حمد بن حمرور العامري. بينما المركز الرابع رابعا هنا أداء جميل على المركز الرابع بانطلاقة وتحديات الذهيبة لمطر بن محمد بن عصيان المنصوري. بينما المركز الخامس الظبي لمحمد بن سالم بن علي بن وحير الدرعي. وسادس المراكز بنت شاهين الواصلة أيضا على المركز السادس لحمد بن حميد بن سالم الدرعي. بينما المركز السابع بوصلت سمحة لعمير بن علي بن مران المنصوري. والمركز الثامن هناك سمحة لراشد بن ضعيف بن غدير الكتبي. والمركز الثامن ثامن المراكز سلهودة لمطر بن عبد الله بن عمر الشامسي. وتاسع المراكز انطلقت فيها مطرة لعتيجة بن عبيد بن سعيد بن الهلي الهاجري. وعاشر المراكز من حاف لحمود بن مبارك بن حمود المنصوري. هذا هو النداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة في هذا الشوط في هذه المنافسة الجميلة في أول أشواط الإنتاج التي انطلقت بهذه الأسماء وتحركت بها هذه الشعارات الكبيرة التي ياما صالت وجالت في عالم سباقات الهجن سن الكبار من المسافة الماراثونية. 8 كيلومترات الحاضرة في هذا التحدي الكبير في هذا الانطلاق الممتاز في هذه النقلات الجميلة التي تقدمها هذه النوعيات الكبيرة، هذه النوعيات الرائعة والممتازة التي تنطلق في أرضية ميدان الوثبة عاصمة ميادين سباقات الهجن وعبر بث حي ومباشر عبر الأقمار الاصطناعية، حيث نبث هذا إطار السباق في بث حي ومباشر عبر قناة أبو ظبي الرياضية الأولى المتابعة لهذا الحدث الجميل. إذا عودتنا إلى الصدارة، عودتنا إلى اليازي التي بدأت على المركز الأول وانطلقت بصدارة هذا الشوط مقدمة لهذا الأداء الكبير. هذه هي اليازي لمبارك بن خليفة بن زهرة الخيلي. تسللت الجميع وأتت بصدارة هذا الشوط لتكون بالمرتبة الأولى، لتكون أيضا مسيطرة على المنطقة الأولى، المنطقة المستهدفة من لدى الجميع في صدارة هذا الشوط. أما المركز الثاني فهذه هي الشاهنية. الشاهنية بدأت على المركز الثاني وتقدمت في هذه اللحظات لتتقدم الشاهنية بشعار عبيد بن محمد بن مسلم بن حمرور العامري. ياتي على المركز الثاني، ياتي بالمرتبة الثانية في هذه اللحظات. أما المركز الثالث هملولة وصلت على المركز الثالث وتقدمت في هذه اللحظات. الخزع بن عبد الواحد بالخزع بالعتة العامري ياتينا في هذه المنافسة
الجميلة التي تحمل هذه التحديات الرائعة. نقلتنا إلى المركز الرابع فأجد سلهودة لسالم بن حمد بن حمرور العامري ياتي مع المركز الرابع. أما المركز الخامس سمحة لعمير بن علي بن مران المنصوري. وسادس المراكز الواصلة هيبة لمطر بن حمد بن عصيان المنصوري. بينما المركز السابع سابع المراكز سابع التحديات المركز السابع وصلت به منحاف. هذه هي منحاف القادمة. ما شاء الله شكلها جميل شكلها جميل ورائع للغاية وأداها أجمل أداها أجمل بهذا الأداء. إذن هذه هي منحاف تتقدم لحمود بن مبارك بن حمود المنصوري. وثامن المراكز الشانية لحميد بن أو حمد بن حميد بن سالم الدرعي. وتاسعا مع سلهودة لمطر بن عبد الله بن عمر الشامسي. أما المركز العاشر فأرى شعار سمحة القادمة لراشد بن ضعيف بن حمد بن غدير الاكتبي. هذا هو النداء الثاني للمراكز العشرة الأولى المتقدمة في هذا الشوط في هذا الأداء الجميل في هذه أيضا التجمعات الرائعة والممتازة حيث اجتمعت هذه الشعارات على منافسة شريفة منافسة أيضا منافسة الأحباب وأيضا هذه المنافسة التي تحمل تحديات هذه أيضا السباقات الجميلة. إذن عودتنا مع لائحة الثلاثة كيلومترات المتبقية من نهاية هذا الشوط والتغيير الذي طرى وجرى على مقدمة هذا الأداء الشاهنية تغير إلى المركز الأول لعبيد بن محمد بن مسلم بن حمرور العامري يأتي مع صدارة هذا الشوط ويتسلل إلى المركز الأول. بينما أيضا تاتي اليازي في استراحة محارب لتكون حاضرة مع المركز الثاني. هذه هي اليازي لمبارك بن خليفة بن زارة الخيالي أيضا يتواجد بالمرتبة الثانية ويتواجد أيضا في المنطقة المطلة على المركز الأول. أما المركز الثالث صار غدو ما شاء الله ما شاء الله على هملولة على هملولة وأداء هملولة ورقص هملولة اللي بالمركز الثالث. هذه هملولة الخزع بن عبد الواحد بالخزع بالعثة العام يتواجد مع المركز الثالث ويتواجد في المنطقة الثالثة وفي المدرج رقم ثلاثة. بينما المركز الرابع وصلت الذهيبة 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 الواصلة الذهيبة المتقدمة لمطار بن حمد بن عصيان المنصوري ياتي مع المركز الرابع. أما المركز الخامس سمحة سمحة اللي على المركز الخامس وسمح الله طريقك يا سمحة وصلت لعمير بن علي بن مران المنصوري. أما سادس المراكز منحاف منحاف لحمود بن مبارك بن حمود المنصوري. والمركز السابع هنا وصلت فيه الضبي لمحمد بن سالم بن وحير الدرعي والتقدم بدأ التقدم بدأ على المركز الثامن من بنت شاهين حمد بن حميد بن سالم الدرعي. وصلكم راعك حير وصلكم اللي بدأ يتقدم وبدأت أيضا سلهودة سلهودة الواصلة أيضا لسالم بن حمد بن حمرور العامري. اشتدت المنافسة اشتدت الأسماء وتقاربت وصلت أيضا وصلت كذلك مشكورة ولا سلهودة الأخرى سالم بن حمد بن حمرور العامري. وعاشرا مع دخول نهابة لمحمد بن سعيد بن مسلم العامري. الله 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 يا هذا السر يا هذه الأسماء يا هذه التحديات. 1500 متر 1500 متر ما تبقى من نهاية هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام بدأت الحركة بدأت الحركة بدأ الاندفاع بدأت السرعة تزداد تزداد في هذه اللحظات في منافسة هذه الأسماء الكبيرة.
غيرت اليازي، غيرت اليازي إلى المركز الأول لمبارك بن خليفة بن زارة. الخيالي يتسلل أمام أعين الجميع وينتزع المركز الأول وينطلق على صدارة الشوط مبارك بن خليفة بن زارة، ولكن بالخزع وصل 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 الخزع بالعبد الواحد بالخزع العامري يسلم المركز الثالث الشأنية عبيد بن محمد بن مسلم بن حمرور، ووصول من سمحة عمير بن علي بن مران المنصوري. يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الخامس معه من حاف حمود بن مبارك بن حمود المنصوري. والله يا سلام. الشوط الأول للإنتاج، الشوط الأول للإنتاج. بدأت الحركة، بدأ الانطلاق، تجاوزت هملولة، هملولة غيرت إلى المركز الأول. الخزع بن عبد الواحد بالخزع العامري وبن حمرور، بن حمرور يمر إلى المركز الأول بهذا المرور. راح عبيد بن محمد بن مسلم بن حمرور العامري، سمحة على المركز الثاني، عمير بن علي بن مران المنصوري. والله دخول من بن زهرة على المركز الثالث مع اليازي مبارك بن خليفة بن زهرة. منافسة جميلة، منافسة قوية، تحديات رائعة. يا سلام. الشاهنية 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 على الصدارة، الشاهنية على المركز الأول. هنا عبيد بن محمد بن مسلم بن حمرور العامري، سمحة على المركز الثاني، اليازي بالمركز الثالث. يا سلام يا سلام يا سلام. تهانينا تهانينا والناموس إلى مالك الشانية، من انتزعت هذا الشوط، عبيد بن محمد مسلم بن حمرون العامري في أول أشواط الإنتاج. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. سمحة بالمركز الثاني، عمير بن علي بن مران المنصوري، اليازي بالمركز الثالث، مبارك بن خليفة بن زهرة المركز الرابع مع سلهودة مطر بن عبد الله بن عمر الشامسية. المركز الخامس ذهيبة مطر بن حمد بن عصيان المنصوري. إذا مشاهدين الأعزاء شاهدنا المنافسة الجميلة والتحديات الرائعة، وشاهدنا أيضا أداء وانطلاق سلهودة، من انتزعت هذا الشوط وانطلقت نحو الفوز والانتصار. عفوا الشاهنية، من كانت بطلة لناموس هذا الشوط. تهانينا لعبيد بن محمد بن مسلم بن حمرون العامري على هذا الفوز والانتصار. توقيتها الزمني 12 دقيقة 53 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الشاهنية عبيد بن محمد بن مسلم بن حمرون العامري، بينما سمحة بالمركز الثاني. توقيتها الزمن 12 دقيقة. تسعة أجزاء من الثانية. سمحة لعمير بن علي بن مران المنصوري. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. أما المركز الثالث اليازي وصلت بالمركز الثالث 12 دقيقة 54 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية. كانت اليازي لمبارك بن خليفة بن زهرة الخيالي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.